يتوجب علي أولا أن أعلم لماذا أقوم بالعمل، ما هو دافعي أنا للقيام بالعمل قبل القيام به، ثم ما الذي سيقدمه هذا العمل للناس المساكين. أتكلم عنا الآن عن الذي يتكلم ويقوم بأمر العامة الناس. أنا بدي أحكي، لازم أعرف أنا ليش عم بحكي، شو هدفي، هل هو إيش هدف شخصي أم هو هدف للمنفعة العامة أم أن هدفه هو أكاديمي علمي. فكل واحدة لها طريقة للعمل. ثم كما قلت لكم، يعني أنا ليش هذا العمل اللي حساويه هذا، شو حيخفف عن الناس آلامهم، شو حيفيد هالناس المساكين هدلون المعترين اللي هنا أصلا هلأ بهذا الزمان الناس فايتة بستين حيط. بيجي أنا أفكر حالي إنه لخفف عنهم ومفوتهم بعشر حيطان تانية، منشان شو؟ منشان إنه إما إنه أنا والله بدي ورجي عضلاتي أو كذا. يا أخي إذا بدك تقوم ببحث علمي وأكاديمي بتقوم فيه بالجامعة، ما في مشكلة، ليش لا؟ يعني بالجامعة ساوي اللي بدك يا واحكي أبحاثك، بس تطلع تحكي للعامة توضح لهم أشياء. هاي الأشياء يا أخي غافلة عنهم، اتركهم بغفلتهم يا أخي، ضروري تفيقهم على شيء لح يخرب عليهم حياتهم، لح يشوش عليهم، لح يكركبهم. ماذا يفيدهم بحياتهم العملية؟ ماذا يفيدهم بعملهم اليومي؟ كيف حياتهم، معيشتهم، معاملتهم مع الآخرين؟ شو هي اللي حيفيدهم هالكلام هذا النظري يلي مطمور بالكتب؟ والحمد لله أنه كان مطمور بالكتب. فهمتوا علي شلون؟ يعني أنا هذا هيك، أنا عندما أقيس المرء أقيسه على هذه، هل هذا الرجل رحمة؟ محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. طيب هذا الشخص أنت بدك توزنه بالميزان، أول شيء بتشوف هل هو رحمة للعالمين، واحدة. اثنين، هل قرب الناس إلى الله؟ ثلاثة، هل خفف عن المساكين معاناتهم اليومية؟ أنا ما عم بحكي عن الناس المترفين اللي ما عندهم أي معاناة بس بدهم يتفزلكوا ويلعوا ويأكلوا حكي ويعلكوا حكي، هدلون ما عم تكلم عليهم، هدلون روح ساوي اللي بدك فيهم أنت وياهم مع بعض، بس اترك لي المساكين المعترين اللي حياتهم أصعب من الصعب. شو خففت عنهم بحياتهم؟ شو قربتهم إلى الله؟ شو عملت شيء يفيدهم بحياتهم العملية اليومية؟ ما بدي أنا نظري، كلام نظري، أنا هيك بقيس الأمور. أي واحد بيشوش على أحباب المساكين حياتهم اليومية وبيجعلها فايتة بستين حيط أكثر ما هي فايتة بألف حيط في زمن الفتنة هذا، فهو عدو إن كان يعلم أو لا يعلم. أنا ما دخلني بنيته، أنا دخلني بعمله. شو عمل؟ إن عمل شيء قرب فيه الناس إلى الله وخفف عنهم معاناتهم اليومي بحطه على راسي، إن عمل فيه شيء بعدهم عن الله وعكر عليهم حياتهم وساواها أكثر ضنكة أكثر ما هي ضنكة، فهذا عدو لي. هاي هي خالصة وافية، ما بدها كتير شرح.